عبد الكريم الوادي محضر مفاجأة قوية جدا لجمهور نادي الزمالك، واللي انا اتوقعه ان نادي الزمالك ممكن يتعاقد معاه في نهاية الموسم. السلام عليكم واهلا بكم في قناة فتحي حسني لكل اخبار نادي الزمالك. النهارده هنتكلم عن تحليل كده سريع لمباراة النادي الاهلي وسموحة اللي انتهت بنتيجة 3-2. برضه هنتكلم عن بديل اشرف بن شرقي في الموسم الجاي ان شاء الله. برضه هنتكلم عن عبد الله صعيد ممكن يكون موجود داخل نادي الزمالك ولا لا. برضه هنتكلم عن رمضان صبحي اللي نادي الزمالك بيبعت له عرض جديد للتعاقد معاه. برضه هنتكلم برضه عن عبد الكريم الوادي اللي محضر مفاجاه قويه جدا لجمهور نادي الزمالك، وبرضه هنتكلم عن طرد السيد عبد الحفيظ في مباراه نادي الاهلي ونادي سموحه، وبرضه هنتكلم عن العروض اللي بتنهال على رزاق سي لاعب نادي الزمالك، وهنتكلم برضه عن موعد مباراه نادي الزمالك والمقاولون واستعدادات نادي الزمالك للمباراه. كل ده هنتكلم عنه النهارده، ولكن بلاش كلام كتير ونخش على الفيديو على طول. بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة، الاهلي بيخسر من سموحة بنتيجة 3-2، واللي بيقلص الفرق او بيقرب الفرق جدا ما بين الزمالك وبين الاهلي بنقطتين. الاهلي في حالة فوزه في كل مؤجلاته هيكون متقدم على النادي الزمالك بنقطتين، وده اللي احنا مش متوقعه، واللي ان شاء الله النادي الاهلي هيخسر ماتش من الماتشات اللي جاية. تعالوا بقى نتكلم عن ماتش وبالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة، وبعتذر جدا على ان انا ما طلعتش امبارح وحفلت على لعيبة الاهلي وعلى النادي الاهلي وعلى جمهور الاهلي. الاهلي مروان حمدي، ده مروان حمدي بتاعنا، ده مروان حمدي اللي بيلعب في الزمالك، ده مروان حمدي اللي عمل مستوى، بص اللي ما شفناهوش بيعمل مستوى زي كده مع الزمالك في الموسم اللي فات. مروان حمدي بص مظبط اوجه الدفاع الاهلي، مروان حمدي لعب دفاع الاهلي الكوره بسبب اخطائهم، لعب اخطأت مروان حمدي استغل الاخطاء دي وقدر ان هو يجيب هدفين في مرمى حارس مصر الاول. حارس مصر الاول افتكروا مين هو حارس مصر الاول اللي جه فيه النهارده 3 تجوان رايقين، واحد من عبد الكريم الوادي واثنين من مروان حمدي. وبرده النهارده شفنا طرد سيد عبد الحفيظ اللي مبوظ الكره المصريه. سيد عبد الحفيظ ده مش منظر للدوري المصري، ده سيد عبد الحفيظ بيوسخ الدوري المصري او بيوسخ الظاهره او بيوسخ المنظر بتاع الدوري المصري. بعتذر جدا على اللفظ ده، ولكن سيد عبد الحفيظ يعني مش عايزين نتكلم اكتر من كده، ولكن طرد مستحق ليه. برضو الحكم مش عايز يصفر، الحكم مش عايز يصفر، الحكم مش هين عليه ان الاهلي يكون خسران، الحكم والله العظيم هين عليه ان الاهلي يكون خسران. يعني حتى يعني النادي الاهلي كان المفروض ليه طرد محمد مجدي قفشه، وبرضو الحكم محسبوش، ومش عارف مش عايزين نتكلم عن الماتش خلاص. المهم ايه، ان سموحه كسبت، المهم ان خلاص فرق نقطتين ما بين الاهلي والزمالك، المهم ان مروان حمدي جمهور نادي الزمالك عشق وعشق بعد المباراه النهارده، واللي خلاص بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي هيموت ورجع مروان حمدي مره ثانيه. تعالوا نخش بقى على مين، تعالوا نخش على الماتش بشكل سريع جدا، وان مروان حمدي هيرجع الزمالك ولا لا. بالنسبه لمروان حمدي خلاص اداره الزمالك اصلا مستقرت على اي لاعب معار من بقى، يعني اداره الزمالك من بدري استقرت على اي لاعب معار هيرجع لنادي الزمالك، من ضمنهم برضو مروان حمدي هيكون موجود في نادي الزمالك في الموسم الجاي ان شاء الله، في حاله ان نادي الزمالك ما طلعوش اعاره متجدده او اللي نادي سموحه ما جددلوش الاعاره مره ثانيه وموافقه نادي الزمالك. اما بالنسبه لفيريرا، فيريرا بص هيبص على دماغه على الشل وعلى اللي بيحصل، يعني فيريرا بص بيتشل من عمر السعيد والجمهور ده زي ما بيتشل من عمر السعيد، فخلاص بشكل كبير جدا اعتقد دي وجهه نظري وده توقعي ان فيريرا موافق ان هو يرجع مره ثانيه مروان حمدي لنادي الزمالك. تعالوا برضو نتكلم على مين، على عبد الكريم الوادي. عبد الكريم الوادي اللي كان فيه كلام ومفاوضات من نادي الزمالك لنادي سموحه للتعاقد مع عبد الكريم الوادي اللي خلاص فاضل له سنه واحده بس في عقده مع نادي سموحه، اللاعب عنده 29 سنه واللي كان مضايق نادي الزمالك او الحاجه او المشكله اللي كانت بتواجه نادي الزمالك في صفقه عبد الكريم الوادي بسبب سنه، ده خلاص فاضل له 29 سنه يعني مش هيقعد كتير مع نادي الزمالك. ولكن رجعت مره ثانيه المفاوضات من نادي الزمالك لعبد الكريم الوادي، وبرده عبد الكريم الوادي اتسال هل انت هتكون موجود في نادي الزمالك ولا لا، وان المفاوضات بتاعت نادي الزمالك دي رسميه ولا لا. ما تكلمش اللاعب عن اي حاجه خالص، اللاعب قال واكد ان هو عامل مفاجاه في نهايه الموسم، ان اللاعب عامل مفاجاه في نهايه الموسم، اما هو ما تكلمش نهائيا عن اي حاجه تخص المفاجاه دي. وانا اتوقع
ان هو هيكون موجود في نادي الزمالك بعد المفاوضات الكتيره جدا من نادي الزمالك للتعاقد معاه. تعالوا برضو نشوف مين هيكون بديل رمضان صبحي في نادي الزمالك. بديل رمضان صبحي زي ما انتوا عارفين اللي زاد في الفتره اللي فاتت دي يا اما احمد رفعت يا اما ما يا اما احمد رفعت يا اما رمضان صبحي. ولكن في مشكله بسيطه جدا، فيوتشر صعب جدا ان هو يسيب رمضان صبحي، بيراميدز برضو صعب جدا انه يسيب رمضان صبحي، ولكن نادي الزمالك مره تانية، نادي الزمالك بيجدد مره تانية المفاوضات مع نادي بيراميدز علشان نقدر ان احنا نتعاقد مع رمضان صبحي. ولكن في مشكله انا من وجهه نظري بانت في الشهر اللي فات ده، او بانت في اقل من شهر اللي فات دول، الايام اللي فاتت دي حوالي 15 يوم كده بانت المشكله دي. ايه هي المشكله دي؟ ان رمضان صبحي مستواه ابتدى يقل، مستوى رمضان صبحي مش ده اللي احنا كنا منتظرينه، ومش ده اللي كنا نادي الزمالك عايز يتعامل معاه بسبب مستواه. لا، رمضان صبحي مستواه اختلف تماما، مستواه بقى وحش جدا في الفتره الاخيره، فبرضه ده ضارب لخمه كده في اداره نادي الزمالك وفي مخ اداره نادي الزمالك، هل نتعاقد معاه؟ هل هي مستواه هيرجع مره تانية؟ مش عارفين الكلام ده اللي برضه اداره نادي الزمالك بتفكر فيه في الفتره اللي فاتت. ولكن برضه نادي الزمالك بيبتدي مره تانية يحط عينه على احمد رفعت بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما خلاص بن شرقي بيعلن رسميا رحيله عن نادي الزمالك، وبعد ما اداره نادي الزمالك بتعلن رسميا رحيل اشرف بن شرقي. فعشان كده نادي الزمالك بيحط عينه مره تانية وبيرجع، او نادي الزمالك ابتدى برضه يفكر مره تانية ودخل من ضمن اهتماماته احمد رفعت مره تانية، ممكن نشوفه برضه موجود في نادي الزمالك. يعني هنشوف احمد رفعت، يا هنشوف رمضان صبحي، يا اما هنشوف صفقه اجنبيه بقى بدلا لاشرف بن شرقي، او ممكن نشوف لاعب من لعيبه نادي الزمالك الناشئين اللي هم كتيره جدا. علشان كده يا جماعه احنا بنقول لعيبة الزمالك للناشئين هتفيد نادي الزمالك بشكل كبير جدا، اللعيبة دي لعيبة قلبها على نادي الزمالك، لعيبة مفيدة جدا لنادي الزمالك، بتفدي روحها لنادي الزمالك. فعشان كده اللاعب اللي زي أشرف بن شرقي يوم ما يقولك أنا مش هجدد خلاص ما عنديش أي مشكلة، أنا ما عنديش أي مشكلة، يوم ما واحد زي رزاز سيا هيمشي، يوم ما واحد زي أونجم هيمشي، يوم ما مش عارف زيزو مش ممكن يمشي، مش عارف إيه كل الكلام ده، فخلاص انا ما عنديش اي مشكله. اللي عايز يمشي يمشي، واحد زي طارق حامد اللي عايز يمشي يمشي، ما فيش اي مشكله، واحد زي ابو جبل اللي عايز يمشي يمشي، احنا ما عندناش اعتراض على الكلام ده، لان احنا عندنا ناشئين تخليك قلبك جامد جدا لما تقول لطارق امشي عادي، لما تكون واحد زي طارق يجي يتنطط عليك وعايز يمشي ما تمشي. فعشان كده لعيبه نادي الزمالك الناشئين مقويه قلب اداره نادي الزمالك بشكل كبير جدا، لان اي لاعب هيفكر انه يتني خلاص انا عندي ناشئ، الناشئ ده بيعمل ضعف للاعب الفريق الاول بيعمله، او بيعمل ضعف للاعب الاساسي بيعمله، فخلاص احنا بقى قلبنا جامد ان احنا نمشي واحد زي طارق حامد، قلبنا جامد ان احنا نمشي واحد زي بن شرقي، مش هنروح نبوس ايده عشان نجدد، فاهمني؟ فخلاص كده نادي الزمالك عنده الزمالك حتى لو ما تعادش مع الصفقات، اللعيبه الناشئين دي تسد مكان اي حد، تسد مكان بص اللعيبه الاولى واللعيبه الاساسيه. فخلاص نادي الزمالك عنده القدرة ان هو لو مش عايز يتعاقد مع صفقات ما يتعاقدش مع صفقات، ولكن برضه احنا محتاجين صفقات، رغم كل ده احنا محتاجين صفقات، واحنا برضه واثقين في ناشئين نادي الزمالك. تعالوا بقى نتكلم عن مين بقى، عن ان في عروض كتيرة جدا جاية لرزاق سيسي، والعروض بتزيد على رزاق سيسي. كان من حوالي اسبوع قلت لكم ان نادي الاتحاد السكندري عايز يتعاقد مع رزاق سيسي، ونادي الاسماعيلي برضو عايز يتعاقد مع رزاق سيسي. زاد انديتين في الحوار ده في مشكلة رزاق سيسي. مين زادوا بقى؟ عندك اللي عايز يتعاقد مع رزاق سيسي كلا من نادي الاسماعيلي ونادي سموحة ونادي البنك الاهلي ونادي اتحاد اسكندري، اربع اندية عايزين يتعاقدوا مع رزاق سيسي. هو كده بقى صح نادي الزمالك بشكل كبير جدا مش هجدد لرزاق سيسي، وصعب ان احنا نجدد ليه رزاق سيسي. هتقولي ليه؟ اقول لك انا ليه. فيريرا مش محتاجه، نادي الزمالك عايز يجدد له، ولكن احنا مش هنضغط على فيريرا، احنا من الاول ان احنا اتكلمنا وان نادي الزمالك اتفق مع فيريرا ان احنا مش هنتكلم في اي حاجه تخص الفريق الاول بنادي الزمالك. ولكن برضو يعني ما تفتكروش ان فيريرا بيمشي كلامه على اداره، لا، نادي الزمالك او اداره الزمالك لو عايزه تجدد ليه لو عايزه تجدد للاعب وان هو يطلع اعاره مفيش اي مشكله، ولكن اللاعب هو اللي رافض انه يجدد
يعني الرزاز هو اللي رافض، هو اللي رافض. لو جدد يفضل مكمل مع الزمالك، اما لو جدد ما يطلعش اعاره. يعني هو رافض ان هو يطلع اعاره، ان هو اللاعب رافض ان هو يجدد ويطلع اعاره، اما متقبل فكره ان هو يجدد ويفضل موجود عادي داخل نادي الزمالك. تعالوا بقى نخش في خبر مهم جدا، وخبر ايه بقى؟ عن ميعاد بقى ماتش الزمالك والمقاولون العرب في الجوله، او في الجوله او الماتش ال 24 لنادي الزمالك. نادي الزمالك عنده ماتش مهم جدا يوم الثلاثاء الجاي باذن الله، ماتش اللي هو يوم 12/7، يعني شهر 7 يوم 12. نادي الزمالك عنده ماتش مهم جدا قدام نادي المقاولون العرب الساعه 6:30، فان شاء الله هنطلع لكم فيديو او بث مباشر بعد المباراه على طول. وتعالوا بقى نخش في فيريرا ازاي بيستعد بشكل كبير جدا بعد مباراه الاهلي، وبعد ما خلاص نادي الزمالك بيستعد بشكل كبير جدا لمباراه نادي الزمالك والمقاولين. نادي الزمالك، وحابب افهمكم حاجه، ان جمهور نادي الزمالك بيطلب من فيريرا ان هو ما يستهترش بنسبه 1% بالماتشات. احنا عايزين نضغط على قد ما نقدر على النادي الاهلي علشان نقلل الفارق. الاهلي كل ما الماتشات بتعدي كل ما بيخسر اكتر، كل ما بيتعادل اكتر كل ما بيقل نقط اكتر، او كل ما بيضيع منه نقط اكتر، وكل ما نادي الزمالك بيضغط عليه اكتر بالمكسب وبالفوز بالثلاث نقط. فبنطلب من فيريرا ان هو ما يقللش حتى من نسبه التركيز بنسبه 1% في الماتشات اللي جايه، لان احنا لسه برده باقي لنا نقطتين عايزين نضغط على النادي الاهلي بيهم. تعالوا برده نشوف النادي الزمالك ازاي بيستعد للماتش ده، والماتش مهم جدا لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيستعد بفيريرا، بفيريرا يتكلم مع لعيبه الزمالك النهارده، وان هو ابتدى يعمل اجتماع مع لعيبه الزمالك، وان هم يركزوا في ماتش المقاولين العرب بشكل كويس جدا، وان هو برده يديهم كده بعض الافكار التكتيكيه وكل الكلام ده. وبرضو قعد يكلمهم عن الاخطاء اللي حصلت في مباراة سيراميكا اللي فاتت، وان هم يركزوا في مباراة المقاولين اللي جاية، لان احنا عايزين ناخد التلات نقط باذن الله من المباراة دي. ده كان ابرز اللي حصل في تدريبات نادي الزمالك النهارده، وبالخصوص بقى او بمعنى اصح ان نادي الزمالك امبارح خد اجازه من التدريبات، فعشان كده النهارده فيريرا شغال كويس جدا مع نادي الزمالك او مع لعيبه نادي الزمالك في التدريبات النهارده. وفي نهايه الفيديو حابب اسالكم سؤال، يعني سؤال بسيط جدا، ايه رايكم في نادي الزمالك هيتعاقد مع عبد الكريم الوادي؟ نادي الزمالك بيقترب من ان هو يتحد مع عبد الكريم الوادي بشكل كبير جدا بعد احرازه امبارح، او بعد ما هو جاب امبارح وبيحصر نادي الاهلي على المباراه. فايه رايكم في عبد الكريم الوادي؟ وتعالوا برضو نتكلم كده على اخر خبر بسيط جدا معانا، عن مين؟ على عبد الله السعيد. نادي الزمالك بيتكلم مع نادي بيراميدز، او نادي الزمالك بمعنى اصح بيفكر وبيتكلم مع نادي بيراميدز علشان يقدر نادي الزمالك يقدر يتعاقد مع عبد الله السعيد بعد مستواه الكويس جدا في الفتره اللي فاتت. فنادي الزمالك عايز يتعاقد مع عبد الله السعيد. فايه رايكم في ان نادي الزمالك يتعاقد مع عبد الله السعيد؟ ولكن برضو الزمالك لو هيتعاقد مع عبد الله سعيد هيتعاقد معاه لمده سنه واحده بس، يعني خلاص عبد الله سعيد بيشطب. ف يعني شايف احنا شايفين سنه واحده دي كويسه جدا على ان نادي الزمالك يتعاقد مع لاعب زي عبد الله السعيد. وكده نبقى وصلنا لغايه نهايه الفيديو النهارده. لو انت لسه لغايه دلوقتي ما اشتركتش في القناه، انزل حالا اشترك في القناه، واعمل لايك للفيديو، واعمل شير للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من جمهور نادي الزمالك باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، اخبار سعيده تخص نادي الزمالك. شكرا.